بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، في هذا اللقاء المتجدد دائما وأبدا بإذن الله، سوف نتطرق لموضوع شيق جدا، ألا وهو الأحداث المتباعدة والشاملة. ملاحظة: إذا كان حاء راء حاء ميم حدثين في أوميجا، حيث راء لا يساوي الميم، وكان واحد احتمال حاء راء تقاطع حاء ميم يساوي ضاي، فإن الحدثين متباعدين. اثنين حاء راء اتحاد حاء ميم يساوي أوميجا، فإن الحدثين شاملين. نتيجة: إذا كانت الأحداث متباعدة وشاملة، فإن احتمال حاء واحد زائد احتمال حاء اثنان زائد احتمال حاء ثلاثة وهكذا يساوي ماذا؟ يساوي الواحد. مثال واحد: شارك ثلاث طلاب في مسابقة دينية، وكان احتمال فوز الأول يساوي مثلي فوز الثاني، واحتمال فوز الثاني يساوي ثلاثة أمثال فوز الثالث، فما احتمال فوز كلا منهما؟ الحل: نجد أن احتمال حاء واحد يساوي ضعف احتمال حاء اثنان، واحتمال حاء اثنان يساوي ثلاثة أمثال احتمال حاء ثلاثة، أي أن احتمال حاء ثلاثة يساوي واحد على ثلاثة احتمال حاء اثنان. ولأن الأحداث شاملة ومتباعدة أيضا، فإن احتمال حاء واحد زائد احتمال حاء اثنان زائد احتمال حاء ثلاثة يساوي الواحد. احتمال حاء واحد يساوي اثنين احتمال حاء اثنان زائد احتمال حاء اثنان زائد ثلث احتمال حاء اثنان يساوي واحد. بجمع معاملات احتمال حاء اثنان نجد أن اثنان زائد الواحد زائد الثلث يساوي عشرة على ثلاثة، احتمال حاء اثنان يساوي الواحد. ولنتخلص من معامل احتمال حاء اثنان نقوم بالضرب بثلاثة على عشرة، إذن احتمال حاء اثنان يساوي ثلاثة على عشرة، أي ثلاثة جزء من عشرة. ومن هنا نستطيع أن نجد احتمال حاء واحد الذي يساوي ضعف احتمال حاء اثنان، وأيضا احتمال حاء ثلاثة الذي يساوي ثلث احتمال حاء اثنان. ملاحظة: إذا كان حاء راء حاء ميم حدثين شاملين ومتباعدين، فإن احتمال متممة حاء راء يساوي احتمال حاء ميم، والعكس أيضا صحيح. مثال اثنان: إذا كان حاء واحد حاء اثنان حاء ثلاثة أحداث متباعدة وشاملة، وكان احتمال حاء اثنان يساوي متممة احتمال حاء واحد يساوي الثلث، احتمال حاء اثنان يساوي 12 جزء من 100 جد احتمال حاء ثلاثة. الحل: احتمال حاء اثنان على احتمال متممة حاء واحد يساوي الثلث، من هنا نجد أن 12 جزء من 100 على احتمال حاء واحد متممة يساوي الثلث أيضا، إذن احتمال متممة حاء واحد يساوي 3 ضرب 12 جزء من 100، وذلك بعد الضرب التبادلي يساوي 36 جزء من 100، إذن احتمال حاء واحد يساوي 1 ناقص 36 جزء من 10 ويساوي 64 جزءا من 100. ولأن حاء واحد وحاء اثنان وحاء ثلاثة أحداث متباعدة وشاملة أيضا، فإن مجموع احتمال الأحداث يساوي ماذا؟ يساوي الواحد. إذن 64 جزء من 100 زائد 12 جزء من 100 زائد احتمال حاء ثلاثة يساوي واحد.
إذا 76 جزء من 100 زائد احتمال حاء 3 يساوي 1، ومن هنا نجد أن احتمال حاء 3 يساوي 24 جزء من 100. أيضا يمكن الحل بطريقة أخرى، نعلم أن احتمال حاء 2 على متممة احتمال حاء 1 يساوي الثلث. إذا احتمال حاء 2 على احتمال حاء 2 زائد احتمال حاء 3 حسب الملاحظة الأخيرة تساوي كم؟ تساوي الثلث، لأن احتمال متممة حاء 1 تساوي احتمال حاء 2 زائد احتمال حاء 3. إذن 12 جزء من 100 على 12 جزء من 100 زائد احتمال حاء 3 يساوي ثلث، ومنه بالضرب التبادلي نجد أن 12 جزء من 100 زائد احتمال حاء 3 يساوي 36 جزء من 100، وعليه فإن احتمال حاء 3 يساوي 24 جزء من 100. أرجو أنني قد وفقت في توضيح هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.